السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. مصطفى حسني، وما أدراك من مصطفى حسني؟ الصوفي الضال الجهمي الأشعري الذي يمشي على خطى الزنادقة من أصحاب وحدة الوجود والحلول، خرج لنا بشيء جديد غريب ولا غرابة عليه. اسمع ترانيم النصارى الكفرية الشركية، لأن هو أيضا يسمعه. نعم، يسمع ترانيم النصارى، والنصارى طاروا به فرحا وينشرونه في مواقعهم. اسمعوا ماذا يقول شيخكم المسلم عن الترانيم وأنه يسمعه. لا عجب ولا غرابة من قول هذا الشخص، فهو صوفي ضال أصحاب وحدة الوجود والحلول يدعو إلي، ونبين لكم ذلك، وقد رددت عليه سابقا. فلا عجب أن يتلذذ بترانيم النصارى الذي هي مثل ترانيم الصوفية في الشرك وعبادة غير الله. فالنصارى يدعون عيسى هو الله وابن الله، والصوفية يستغيثون بأوليائهم وبالأموات ويطلبون المدد والعون والرجاء منهم. نسمع ثم نعود. بحب جدا ترنيمة فيها كلام كله عن محبة ربنا سبحانه وتعالى. اسمع، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. فحقيقة هذه الترانيم طقوس، طبعا لا يجوز بأي شكل من الأشكال الاستماع إليها، لأن فيها أيضا ألفاظ كفرية، وقد يكون ذريعة إلى استحسانها والتأثر بها والوقوع في الكفر، وهذا اللي حصل، يتأثر به هذا الشخص. طبعا يصاحبها أيضا الموسيقى اللي هو حلال عند هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا هو الزور، القول الباطل. ويقول المولى عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذا الشخص عكس ما يفعله. هذا الصوفي المنحرف مصطفى حسني ينصحكم بدروس التصوف لشيخه في الطريقة الصوفية علي جمعة، وهذا كلام موجود في موقعه الرسمي. يقول: أفخر وأفرح بأن أقدم لكم سلسلة شرح الحكم العطائية للشيخ العلام العظيم المربي تاج الدين أحمد بن عطاء الله الإسكندري المتوفى سنة 709. لم أسمع أو أقرأ في حياتي كلام في مثل كلام ابن عطاء الله بعد الأنبياء والصحابة. يشهد لهذا الرجل أن حكمه والكلام الذي يخرج من قلبه قبل فمه كلام من صفته أنه يغير الأفكار ويغير حال القلوب ويغير علاقة الإنسان بربه وبكل ما يحيط به. نعم، يغيره إلى الكفر والزندقة، وهذا ما يدعو إليه هذا الرجل، الكفر والزندقة والإلحاد، إلى أن قال: يتفضل بشرح الحكم العطائية فضيلة الإمام مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة أحد رجال الأمة العلماء الموصولين إلى الله عز وجل، وهذه هي شهادتي له، وهي شهادة لا تسوى شيئا. دكتور علي جمعة من أبرع من شرح الحكم العطائية، ولقد سمعتها منه أكثر من مرة وتعلمت الكثير. طبعا هذا الكلام منقول من موقع مصطفى. فلا غرابة ولا عجب من أن يتلذذ بالترانيم، ترانيم النصارى، دين النصارى الباطل، الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، والذين يعتبرون عيسى ابن الله، وهذا يتلذذ بتلك الترانيم. ابن عطاء هذا الذي يدعو إليه هذا الضال هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل، وهو من أهل التصوف الغلاة، يسير على هذا الضال. توفي 709. أما كتاب الحكم الإلهية فيه من الضلالات ما الله بها عليم: كفر وزندقة وإلحاد ودعوة غير الله وعبادة غير الله. كلام ده لما بسمعه دايما من المسائل العربية كده بشعر بشيء من السند الإلهي وشيء كده من الإحساس اللي أنا معاه ربنا مطمن. يعني سبحان الله، هؤلاء القرآن غير واعظ لهم، لأنهم يعبدون غير دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن خاص بمحمد وبدين محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شر الأشرار ومن كيد الكائدين. هذا رجل متسوس على الدين، هذا رجل هناك أيادي توجهه لتضليل
الشباب وانحرافهم عن الدين، ويأخذوا الدين بالطريقة اللي هم يريدون لا بطريقة الدين الذي جاء به الكتاب وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة بريء من هذا الشخص ومن سار على نهج هذا الشخص.